السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع: لماذا يجب أن ننام؟ النوم يعتبر في منزلة الطعام والشراب للجسم المادي. الإنسان يقضي ثلث عمره نائما. الإنسان بعد سن 18 يحتاج إلى 8 ساعات للنوم، أما تحت سن 18 يحتاج ما بين 9 إلى 10 ساعات. النوم يريح الجسم ويتخلص من السموم فتقوى مناعته. النوم ينظم مستويات السكر فيخفف خطر الإصابة بمرض السكري. النوم يساعد على تعزيز الذاكرة فيكون التفكير سليماً، فيزيد الإبداع، فيسهل حل مشاكل الحياة، فنكون سعيدين. النوم يقلل القلق والتوتر والاكتئاب ويحسن المزاج فيكون الإنسان هادئاً. النوم يساعد على صحة القلب المادي ونشاط الجسم ككل، ويساعد على النمو، نمو وبناء العضلات والعظم خلال النوم. النوم العميق يساعد على راحة النفس بمغادرتها الجسم المادي، فترتاح من تقيدها بالجسم والعالم المادي. النفس عالمها عالم البرزخ وليس عالم الدنيا المادي، فتسعد بمغادرتها الجسم لكن ترجع له بسرعة أسرع من الضوء عند اليقظة، وتكون مرافقة الجسم المادي لغاية الأجل المسمى، ثم تذهب لتعيش العيشة البرزخية لغاية يوم القيامة. إذا أعجبك هذا الفيديو أعطيه لايك، وإذا تحب مشاهدة فيديوهات أخرى اعمل لي فولو، وشكراً.